ايه يا اسطى؟ يا عم النيش وحشني، انت فين يا عم مختفي فين؟ يا اسطى انا موجود اهو، انت فين؟ يا عم انا اللي موجود انت اللي مختفي، وحشني يا ابن خالتي، يلا بينا. يا اسطى احنا النهارده هنلعب برو كلوبز. يا اسطى احنا اهو جاهزين. النهارده يا جماعه هنلعب برو كلوبز، دي اول مره نلعب برو كلوبز ونسجل، احنا في نادي الزفلطه، معانا فوفو هو هيمسك الاني، وهنلعب 4 3. انت متاكد يا ابني 4 3 1 2 دي؟ يا عم خليها على الله، يلا بينا. يا عم وحشني يا اسطى، وحشني انت كمان. ونادي زفلطة يا جماعة عاد للملاعب تاني ويلا بينا. ايوة يا اسطى الله ينور، ندي نقلب الملعب. ايوة البلاك مامبا، البلاك مامبا والسروع اهو، اجري انا جاي. واحدة ادي يا اسطى، اجري. ايوه اهي اهي هي دي فينيش. ايوه ادي انيش. ايوه تعالى للملاعب يا جماعه، يلا تعالى للملاعب، يلا رجاله ورايا، يلا راس البلاك مامبا، يلا خش معايا خش معايا، ارفع ايدك فوق، يلا ايوه مكرونه هو ده الكلام. يا اسطى احنا يعني بقالنا كتير جدا ما لعبناش، بس راجعين الملاعب بقوه، راجعين الملاعب بسخونيه. هو احنا في ديفيجن 8 غالبا، فعشان كده قدامنا على الحبير يعني. كيش ادوارد، كيش ادوارد، عندنا ادواردز. انا جاي استلم من ايه يا انا؟ ايوه ازوا اوه، ايوه بامبا يا عم، بعمل حاجه بقى والله. لا اديك تاني، تعال على الهادي على الهادي. يلا يا اسطى، يلا يا اسطى، تيكي طازه اهي، تيكي طازه خلاص. ايه باص جميل، مش لده مش لده مش ده مش ده باص شبهك يا عم القدام، ما دي القدام بس راعي ان انا العيب بتاعي 81، ما انا 82 يعني ما فرقناش كتير. ايوه كيش، ايوه كيش، كيش عالي قوي. ايوه اصلا فعلا انا شايف الديفنس. اي يعني الواد ده في ضايق قوي على فكره. واحده البلاك بامبا، ايه ده ايه ده، ايه القرف ده، تعبان تعبان تعبان، ايه ده ايه ده ايه ده، يلا ايه يا عم ماشي. واحدة ولا اعمل اللي انت عايزه، انا فاهمك انا. ايوه انت بتشوطها دي ولا بترفعها دي ولا ايه؟ دي رافعة بس يعني السي بي يو محتاج يزيد شوية. احنا وان شوت وان جول يا اسطى، اهم حاجة الافيشنسي يا اسطى. صح الافيشنسي اعلى حاجة. يلا بينا. الله الله الله، ايه ده ايه ده، ده بيدي البلاك، ايه ده ايه ده، ده الجنن ده ولا ايه؟ ادي بلاك فوفانا فوفانا يا عم يا عم، استنى فوفانا فوفانا عنده تهنيجه بس لسه ما رجعش خالص. طب انا يا اسطى يعني ريحتي وحشه، ما انا واقف قدامك يا عم، اجري بس انت. ايوه بوز البوز، يلا ها خش بقى يا عم خش، انت مستني ايه؟ الواد حاططني تحت بخاطره. شفت انت دي؟ شفت انت دي؟ هي بقى انيش، انيش باك اون تراك، خش في راس الصامبا معايا، خش في الصامبا. ايوه يا اسطى، لا يا اسطى والله بص، شايف اللوب يا اسطى، حاجه حاجه يا لهوي، ده كيش ده تسوع خالص. لا يا اسطى احنا راجعين بقوه وحذاري يعني. حذاري حذاري يعني احنا حذاري الهجمه دي برضه عشان مش مستريح، حذاري برضه الواد ابو جزمه خضرا ده غالبا. ايه ده يا عم يا عم، احنا الابيض اقسم بالله، احنا الصوم اهو. يا نهار اسود، يا نهار ابيض، ده ده بوس، ايه ده مش كده، ايه ده ده، ايه البوس ده يا كابتن؟ خد يا عم ويليامز، يا عم فوفانا انت مش نافع. هو فوفانا بيدي اسيستات بس، اتقل عليها هيعرف يهاجم كمان شويه.
الله الله على الشوطه الله الله خطير. لا لا فوفانا محتاج ابجريد. انت يا عم انت وسع بقى كده الكوره فين؟ احنا في شويه زفلات عماله تحصل. يا لهوي ده انت لعيبك ده اقسم بالله ولا اسيستات ولا بيستلم كوره ولا بيضرب ولا بيعمل اي حاجه. لا يا عم مدي اسيستين يا عم حرام عليك. هو بس مش نافع في الاستلام ولا باصه ولا شوطه. لا 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 بقول لك ايه. يلا ولا ولا ايوه هنا يلا يا هاخد لك حقك هاخد لك حقك. يا سلام يا كبير لعيب. ايوه بزفلط عيب بقى ده سيستم الزفلطه موجوده. يا يا اسطى في ناموس يا اسطى ما تجري عليا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لا 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 انزع حكم انزع في ايه؟ طب ايه يا اسطى هندافع ولا ايه؟ الدقيقة 87 يا عم احنا اللي بيدافع دايما ايه بيلبس جول. خلينا احنا قدام يا عواد قدام حكم. لا 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 طيب ماشي يلا بس انا بلاك 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 والله بلاك مش عارف اعمل ايه. طيب يا لهوي لا 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 ده 90 يا اسطى ده يا عم الحاج بقى متعوع اي حاجه اعمل ايه. طيب اضرب يا عم وسع لا 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 الحمد لله ده بيشوط زيك يا اسطى. استنى بقى الخمس ثواني دول يا عم الله حاجه صفر حاجه. ايوه يا اسطى عاش يا اسطى. ايوه يا اسطى اول وين ثانية بقى اطلع في هاور اللعيب واجيب الستايل الجديد. اه ده انت اللعيب ده مش نافع. ايش ده احنا فاضل لنا لو كسبنا ماتش جاي هنطلع ديفيجن 7. يلا اوه ده انت عندك البلاك مامبا زيك وبالوتيلي. لا يا باشا بلاك على بلاك ما يرولش. ايوه يا اسطى باتشواي انت عندك باتشواي وبالوتيلي. تعالى باتشواي ايه بس يا عم انا حاسس ان انا الوحيد الابيضاني في الملعب يا اسطى. ايه يا عم بقى انا بس نشوف بالوتيلي ده بيقول ايه. انا قلت لي بيهبط بل... اه ايه ده ده بل... تعالى بس تعالى اقول لك حاجه. قلت لي بيهبط يا اسطى. هو البلاك مامبا مش ناوي يهزها ولا ايه؟ يا عم البلاك مامبا ثابت الكره بتجيله لحد عنده. في ايه يا اسطى انت نسيت ولا ايه؟ مين الليمبي ده يا عم؟ ديمبيلي يعني هو مسمي لعيبه بلوتيلي وبيقول له ديمبيلي حركات حركات عشان ما يتوهش. ايه يا اسطى ايه يا اسطى؟ انا نطت عليه بثلاثه مش عارف اعمل ايه تاني. وايه اللي جاب البلاك مامبا دلوقتي؟ يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ اقسم بالله لعيب ملوش اي 30 لازمه في الملعب. انا في كميه تخبيط بيحصل. لا يا اسطى يا ريت ننجز بقى عشان ام البلاك مامبا بتاعك ده هيخلينا ارميه بره كلوب بعد اذنك يعني. يا عم تعالى بس. اوه خلي بالك الواد ده كويس. هو ايه جماهير مالها زعلانه ليه؟ مش احنا بنلعب عندهم يا عم. اه ده بيدي الليمبي يرفع خلي بالك حذاري. حذاري من الليمبي لسه انا مستني فوق يعني ايه فوق فوق. ايوه هي دي. اجري يا عم نيش العب على الاستلامه يخرب بيتك. ماشي يلا نبدا من الاول. ما هو يا اسطى تحت اهو يا اسطى تحت انا معاك اهو. هو ما اعرفش شفت عايز تعمل ايه. بلاك مامبا ابتدى يهبد. البلاك هبدا كمل اطلع انت اطلع اجري اطلع. ما انا مش فاهم انت ناوي تديهاني امتى اصلا. انت اجري لي لجوه بقى اديها لك واحده السرو بتاع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. البلاك مامبا يا جماعه وعدل الملاعب. هات حضني يا اسطى والله هات حضني. اركب يا اسطى ما يهمش. اركب ايه يا اسطى؟ ايه لا يا اسطى بس شايف يا اسطى الاسيست يا اسطى اتعلم بقى واحده. في ناس بقى هي بقى يا ولا ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه ده يا جماعه رجعنا للعرضه. الليونيش رجع ولا ايه؟ ايوه الليونيش ايه ده
الليمبي يا اسطى. الليمبي بتهبده يعني. يعني شعره فاهم وقع من كتر الهبده. 5 شوتس حلو حلو في تقدم. الجيم اللي فات احسن من الماتش اللي فات. 1 شوت 1 جول. بص انا عامل حركه هبديه دلوقتي. ايه ده ايه ده؟ انا حاجز يا اسطى، انا حاجز يا اسطى، انا حاجز يا اسطى. تعالى ايه ده، خلاص كفايه هبد يا اسطى، عينيا وجعتني. انا بجيب الكوره، انا بغلط واجيب الكوره يعني. سوري. ايه يا حكم احمر يا حكم، ايه والله يا ابن خالتي ما يصحش. ايوه اصل الاخلاق. لا لا اخويا ما ينفعش. فينيش هيم. انت فين يا اسطى؟ ده تثبت تثبيته وحشه خالص. راح في داهيه. ده مش انا. سوري يا اسطى سوري. عادي يا اسطى كلنا واحد. ماشي. نادي الزفلطه. يا نهار ابيض، اسود ادريك 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 يعني حط ايدي الاثنين ونهض. يا عيني احنا المدافع بتاعنا مفيش خالص. اجري انت اجري انت. هي دي المشكلة، ان هو لما بيستلم بيطولها تطويله زباله. فين الناس؟ ازرط. ايوه بلاك، ايوه بلاك داخل يهبد. البلاك البلاك بيهبط يا باشا. يا عم اجري وخلاص. هي دي. نفس لك بقى اللي ملهاش اي لازمه دي. ما ده سبب يخليك ما تعملش اللوب ده. اقفل الحوض. ما هو هيرفع دلوقتي. انت ايه اصلا مالك يا اسطى؟ روح. لا ده بيلف الزمبارك ده كده بقى ايه، ابتدى يعصب ده، عايز القعده. يلا دي بقى الاتاكينج، احنا كده كده ما بنخافش. يلا بينا. ايوه يا اسطى انت زفلطه يا ابني، كنت بتقول ايه يا كابتن؟ ايوه زفلطه. وسع يا السجدة يا جماعه، برضو اهم حاجه. شكرا لله. الجزمه الوسخه. ايه الجزمه الوسخه دي فعلا؟ جزمه باتة. يخرب بيت الزفلطه. زفلط يا فوفو. زفلط يا فوفو فعلا. البلاك مامبا برضو، بلاك مامبا في وقت الازمه تلاقيه. ايوه خش خش يا اسطى البلاك. والله ما يصحش. يا عم انا شايف، انا شايف انك تهز رجلين لعيبك دي شويه معانا، وايه عشان البوت ده مش عاجبني يا عم. ليه بلاك فتح فتحه يعني السرو مش كده؟ لا 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 كيش. ايوه كيش. ايه ده؟ ايوه يا هلن. ايه ده؟ ايه ده جالها ازاي ابن اللذينه ده؟ انا راجع دافع اصلا. ماشي انا طالع. لا ايوه كيش. ايوه يا اسطى انا بلاك، انا بلاك بلاك. ترانجل 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 دوس ترانجل. بهزر يا اسطى. ايه يا عم استنى كده، ده طلع الجول. طلع جون ايه يا اسطى؟ ده ابن اللذينه يعني. طلعه ده بقلشنا. ايه ده احنا يا اسطى خد بروموشن يا اسطى. ايوه البروموشن. ايه الكاس ده؟ ايه الكاس الحقير ده؟ كاس الحليب. كاس الحليب. كاس الحليب. ايه ده؟ البلاك مامبا هيرفع الكاس يا جماعه. واحب اقول الحمد لله على المجهود الفظيع اللي احنا عملناه، وده كان تعب وزفلطه كتير. خدني يا ابني صوره بس بسرعه كده مع الكاس. بص الحكام واقفين ازاي؟ عاجبني مفيش اي طق. ايه ده؟ ايه يا نصر ده؟ عاش يا اسطى عاش يا جماعه. يعني دي كانت بدايه مشوار برو كلوبز، وصلنا لديفيجن مكان دلوقتي ديفيجن 7. لو عجبتوا الفيديو ريت تعمل لايك وسبسكرايب، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. وسلام يا جماعه. وزفلطه جديده يا جماعه. وزفلطه جديده. استنى في زفلطه جديده يا عم. فوق بقى يا عم نيش.